ونحن بلدان لدينا مصالح مشتركة في كافة القضايا تقريبا في العالم، وكنا في بروكسل الأسبوع الماضي مع زملائنا في الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. ركزنا بالأساس على مواصلة التنسيق الوثيق ردا على حرب روسيا غير المبررة والوحشية في أوكرانيا. فريقان على اتصال مستمر، بينما نقدر ردنا بين بلدينا من خلال العمل المشترك عبر علاقاتنا الخاصة، وكذلك مع شركائنا وحلفائنا في أوروبا وخارجها. تجربتي على أقل 33 عام، لا أتذكر وقت رأيت في هذه الوحدة في العلاقات بين الأطلسي في السياسة ومن حيث المبادئ. أيضا نحن متحدون في تعزيز دعمنا العسكري لأوكرانيا، نحن متحدون لزيادة دعمنا للشعب الأوكراني الذي يعاني كثيرا في ظل الأزمة الإنسانية التي تتسبب بها روسيا. نحن متحدون لزيادة التكلفة للكرملين لشنها الحرب التي اختارها بوتين والتي شردت حوالي 2 مليون شخص في وقت مبكر هذا الأسبوع. أعلن رئيس الوزراء جونسون مساعدة إضافية ب 175 مليون جنيه، مما يرفع المساعدات الإجمالية إلى 400 مليون جنيه، وهذا يساعد على دفع رواتب الموظفين الحكوميين وكذلك الحفاظ على الخدمات الحساسة بعد تعرضها للقصف من قبل روسيا. المملكة المتحدة كانت من البلدان الأوروبية الأولى التي أرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وفرضت عقوبات قوية مالية على الرئيس بوتين وكذلك الدائرة المقربة منه وكذلك الأثرياء الروس. قبل أيام تبنى مجلس النواب قانون يسهل فرض عقوبات على أولئك الفاسدين من الروس في المملكة المتحدة، وبالأمس ضمن الخطوات التي اتخذناها معا لمحاسبة الكرملين حضر الرئيس بايدن واردات النفط والغاز وكذلك الفحم، والرئيس أو رئيس الوزراء جونسون يريد تنفيذ ذلك بنهاية عام 2020، ويسمح ذلك أيضا للأوكرانيين بمغادرة الأراضي الأوكرانية. كل بلد لديه مسؤولية لدفع روسيا للقيام بذلك. إنه ليس وقت للتردد من خلال دعوة الجانبين للسماح للمدنيين في المدن الأوكرانية بالمغادرة بأمان، وهناك حاجة لممرات إنسانية، ويجب تحديد من يعيق ذلك. إن روسيا غزت أوكرانيا دون مبرر، والآن روسيا تقوم بمحاصرة المدن الأوكرانية وتحرم المواطنين من المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، وروسيا تواصل قصفها حتى للمدنيين الراغبين في الفرار من بلادهم، أولئك الذين يريدون الفرار من الظروف العيش الصعبة التي تسببت بها روسيا. إنه شيء مخزي أن يتم طلب الأوكرانيين اللجوء إلى البلدان التي قصفتهم وهاجمتهم. هناك من سعى للفرار عبر ممر من سيلي إلى بورتولا، وهذا يبين أن الإجلاء ممكن، ولكن يجب السماح بحدوث ذلك على نطاق أوسع. الأمر لا يقتصر على أوروبا، حيث تتعاون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مجال السلام والأمن، ولكن نتشاطر أيضا القلق بشأن إيران. ناقشنا معا عملا لتحقيق عودة مشتركة للتقيد بخطة العمل الشاملة المشتركة وما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني. نلتزم بعدم السماح لإيران باكتساب السلاح النووي. وكذلك بالنسبة لإيرلندا، الرئيس بايدن يدعم اتفاق الجمعة العظيمة، ويجب عمل لضمان السلم والأمن في إيرلندا الشمالية. الولايات المتحدة تواصل دعم جهود البلدين من أجل حوار بناء لتجاوز الاختلافات بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية. قبل أن أعطي الكلمة إلى ليز، اسمحوا لي بأن أشير النقطة النهائية. الأمر لا يقتصر على الحكومة البريطانية في مساعدة أوكرانيا. نشهد تضامنا كبيرا من الشعب البريطاني، مثل المواطن خالد المياد الذي يقود حملة داخلية لشراء سيارة إسعاف مستعملة، ويتم شحنها بالمساعدات وإرسالها إلى أوكرانيا.
وهناك أيضا من رسالة وجه رسالة في بولندا لجمع تبرعات للأوكرانيين، وتم توفير مساعدات لشحن مؤن على متن 3 شاحنات. دعم الشعب البريطاني يعود لأنهم مروا بتجربة المماثلة في الحرب العالمية الثانية، فقد عانوا كثيرا وقتل حوالي 60,000 مدني بريطاني وجرح أكثر من 60,000. إنه من المستحيل أن نرى صور الأشخاص الباعثين على الملاجئ في أنفاق المترو دون تفكير بأولئك الذين قاموا باللجوء إلى أنفاق مترو لندن في عام 1942. ما قامت به المملكة المتحدة قبل 8 عقود هو ما كان مصدر إلهام للعالم برمته. ولا نعطي الكلمة إلى ليز. شكرا جزيلا توني، أنا سعيد أن أعود إلى هنا إلى جانب صديقي وحليفي الوزير بلينكن. التقينا في العواصم الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، عملنا بشكل وثيق مع حلفائنا. إن غزو روسيا الوحشي لأوكرانيا أدى إلى معاناة كثيرة، لكن بوتين لم يحقق التقدم الذي يريده. إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة قام بعمل ضمن مجموعة 7 والناتو لتحدي عدوان بوتين قبل العدوان والغزو. المملكة المتحدة والولايات المتحدة كذبت ادعاءات بوتين وكذلك الاستفزازات المزيفة من ضمن مجموعة 7 لضمان تحميل بوتين عقوبات قاسية. لقد فاجأنا بوتين بوحدتنا وقساوة عقوباتنا التي طالت البنوك والسفن وكذلك الطائرات والأوليغارشيين والطاقة أيضا، والشعب الأوكراني الشجاع فجأه بتصميمه وقيادته أيضا. هذا ليس وقت التراجع، على بوتين أن يفشل. ندرك من التاريخ بأن المعتدين لا يفهمون إلا القوة. ندرك أنه إذا لم نبذل ما يكفي الآن فمعتدون آخرون في العالم سوف يتجرؤون. وندرك أنه إذا لم يتم وقف بوتين في أوكرانيا سيكون هناك تداعيات رهيبة للأمن في أوروبا وفي العالم. وسوف نوجه رسالة بأن الدول ذات السيادة يمكن أن يتم التعدي على سيادتها. إذن يجب أن يكون ردنا سريع وقوي، ويجب أن نضاعف عقوباتنا، ومجموعة 7 يجب أن تنهي استخدامها لنفط روسيا وغازاتها. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلن عن خطتها لوقف استيراد النفط الروسي، والاتحاد الأوروبي أعلن عن خططه لخفض اعتماده على النفط والغاز الروسي. نريد أن نشجع البلدان للانضمام إلى جهود العقوبات. 141 بلدا صوتوا ضد عدوان روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب أن نواصل تقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا. أنا فخورة أن المملكة المتحدة كانت أول بلد من قام بذلك. رحبوا بقرار ألمانيا واليابان وآخرين لإرسال مساعدات عسكرية. منذ نهاية الحرب الباردة ابتعدنا عن التركيز على ما هو مهم، ولكن الآن نوحد جهودنا ولا يجب أن نتراجع في الحرص. يجب أن نعزز قوة الناتو وحث كافة الحلفاء لزيادة استثماراتهم. يجب أن نسرع عمليات التحديث في الناتو ونعمق تعاوننا في المجال التكنولوجي والسيبراني. سوف ننهي الاعتماد الاستراتيجي على الطاقة والموارد الحيوية من الأنظمة الاستبدادية، وسوف نعزز تحالفات أمنية في العالم بما في ذلك مع الهند ودول الخليج لعزل روسيا أكثر. وسوف نواصل العمل لجلب المزيد من الدول في دائرة أولئك الذين يأمنون بسيادة الدول ويتقيدون بالقواعد. إن الحرب في أوكرانيا هي معركة من أجل المستقبل والحرية وتقرير المصير، ويجب ألا يهدأ لنا بال حتى يفشل بوتين في أوكرانيا ويتم استعادة سيادة أوكرانيا. شكرا لكم. سنرد الآن على الأسئلة. نبدأ بكيلي أتوود من CNN. طبعا مساءكم، شكرا لكم على هذا المؤتمر. الوزير بلينكن، نعم أم لا، هل تعتقد أنه بالإمكان
إعطاء أوكرانيا طائرات الميغ 29، إذا كان ذلك صحيح متى وكيف؟ مساء الخير وصباح الخير. أولا وكما قلنا، القرار الخاص بنقل أي معدات إلى أصدقائنا في أوكرانيا هو قرار تتخذه كل حكومة بنفسها. نحن على اتصالات وثيقة مع الحلفاء والشركاء بشأن المساعدات الأمنية المستمرة لأوكرانيا، لأنني أعتقد أن ما نشهده هو أن اقتراح بولندا يتضمن بعض التعقيدات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير مساعدات أمنية. يجب أن نضمن أننا نمضي في الاتجاه الصحيح. وزارة الدفاع بالأمس عبرت عن رأيها بشأن الطائرات المقاتلة وفيما يخص الانطلاق قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا. هذا يطرح بعض التعقيدات بالنسبة لنيتو، علينا أن نركز على التفاصيل. الأمر ليس واضح بالنسبة لنا أن هناك أساس منطقي للقيام بذلك بالطريقة التي عبر عنها بالأمس. إذن ما نقوم به الآن هو تشاور بشكل وثيق مع بولندا وحلفاء آخرين في النيتو حول هذا الأمر، وكذلك التحديات اللوجستية التي تنجم عن هذا الخيار مع بولندا وكذلك المملكة المتحدة والكثير من الشركاء الآخرين. قدمنا دعما استثنائيا إلى أوكرانيا وأولئك الذين يدافعون في وجه العدوان الروسي. هذا الدعم تم استخدامه بشكل كبير وفعال من قبل المدافعين الأوكرانيين، وسنواصل ذلك في الأيام والأسابيع والشهور المقبلة. وبالأمس فقط من خلال تبني تشريعات إضافية لدينا 6.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وهذا طبعا يشمل أنواع مختلفة يحتاجها الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسي. شكرا. أود استيضاح نقطة فيما يتعلق بإيصال هذه الطائرات بطريقة مبتكرة. سؤالي الثاني لكما هو مع ارتفاع ضحايا الأوكرانيين، ماذا بوسع المملكة المتحدة والولايات المتحدة بذله أكثر؟ هل تنظران في إمكانية فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق الممرات الإنسانية في أوكرانيا؟ شكرا لكم. أولا ردا على سؤالك، المملكة المتحدة قدمت أسلحة دفاعية لأوكرانيا، والواقع أننا عملنا بالاشتراك مع حلفاء آخرين في العالم لإيصال هذه المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا وتوفير أسلحة مضادة لدبابات. وزير دفاع أعلن اليوم أننا سنسلم أيضا أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. إذن نعتقد أن أفضل السبل لمواجهة هذا التهديد هو مساعدة الأوكرانيين بنظم الدفاع الجوي التي سوف نسلمها. أما بالنسبة لمنطقة حظر الطيران، طبعا من المهم، وأنا أدعم تماما ما قاله توني بشأن حماية الممرات الإنسانية ودعوة روسيا لاحترام هذه الممرات الإنسانية الحقيقية دون أن يذهب اللاجئون إلى بيلاروسيا أو روسيا. أما بالنسبة لمنطقة حظر الطيران، هذا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، وهذا ما لا ننظر فيه الآن. ما نركز عليه هو ضمان أن يسمح أو يتمكن الأوكراني من دفاع عن بلادهم بأفضل الأسلحة المضادة للدبابات وكذلك النظم الجوية، الدفاع الجوي الأفضل. أؤيد ما تفضلت بالإشارة إليه معالي وزيرة الخارجية سيري سميث من البي بي سي. تفضل. شكرا لك. في أعقاب الهجوم المباشر على مستشفى الأطفال في ماريوبول، يطلب الرئيس زيلينسكي إغلاق الأجواء، وإلا فإنكم تكون متواطئون مع الإرهاب. كيف يمكن أن تشرح لهما بأنه لا يمكن فرض حظر جوي في هذه الظروف؟
كما قلت سارة، أفضل السبل لتوفير حماية لأوكرانيا هي توفير نظم الدفاع الجوي التي تقدمها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، وهذا ما أعلنه وزير الدفاع البريطاني. طبعا الهجوم على المستشفى هو هجوم مروع ومتهور، والمملكة المتحدة هي في مقدمة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. قدمنا أو تعهدنا ب 200 مليون جنيه، والآن وصلنا إلى 130 مليون جنيه، وهذا أكبر المساعدات. والشعب البريطاني يؤيد الشعب الأوكراني، ونعمل ما نستطيع لتقديم الدعم. كما قلت من قبل، كلانا حكومة لدينا إعجاب كبير للرئيس زيلينسكي ولفريقه وللشعب الأوكراني الذي يمثلنا. إن الشجاعة التي أظهروها وكذلك القوة والتصميم والكرامة إزاء هذا الهجوم، كل ذلك رائع ومؤثر لجميع الشعوب في العالم. لو كنت في مكان الرئيس زيلينسكي بالتأكيد سأطلب كل ما هو ممكن مساعدة الشعب الأوكراني. وكما تفضلت وزيرة الخارجية وأشرت إليه، أن بلدان أو بلدان أخرى كثيرة قامت بأمور استثنائية لضمان أن الأوكرانيين لديهم الوسائل التي تسمح لهم بدفاع نفسهم بفعالية ضد الحرب روسيا التي اختارها بوتين، ثم تقديم المساعدات للشعب الأوكراني داخل أوكرانيا ولأولئك الذين أجبروا على الفرار إلى الخارج لتلبية احتياجاتهم الإنسانية. والهدف هو ذاته، وهو إنهاء هذا العدوان وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من إراقة الدماء التي لا معنى لها. وعلينا أيضا أن نحرص أن هذه الحرب لا تتسع أو تمتد. نريد أن نحصر هذه الحرب وألا تنتشر إلى أراضي الناتو. نريد أن نضمن أن هذه الحرب لا يطول أمدها، وإلا فإنها سوف تصبح أكثر دموية وسوف تشرك عددا أكبر من الأطراف، ويصعب ذلك كله حل الصراع في أوكرانيا. وكما تفضلت وزيرة الخارجية، لدينا نفس الموقف والمنظور. بالنسبة لنا، إشراك الجنود الأمريكيين ونشرهم على أراضي الأوكرانية أو نشر طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية بشكل محدود، هذا سيؤدي بالتأكيد إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وناتو وروسيا، وهذا سيوسع الصراع ويطيل أمده ويجعله أكثر دموية مما هو عليه الآن. وهذا لن يكون لا في مصلحة بلدينا ولا في مصلحة أوكرانيا. لن أتحدث النيابة عن الناتو، ولكن سمعنا الرسالة ذاتها من أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ. شكرا جزيلا السيد الوزير. سؤال بشأن فنزويلا، هل لك أن تحدثنا عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في تخفيف العقوبات عن فنزويلا للسماح للنفط الفنزويلي بأن لا يخضع إلى هذه العقوبات؟ سؤال آخر بالنسبة للعقوبات، أشرت إلى أن بوتين يجب أن يفشل. هل استراتيجيتكم تركز على ممارسة أقصى الضغوط على الشعب أو الأشخاص الروس في حول بوتين حتى لا تقوم روسيا مجددا، أو يكون هناك ربما مسعى للإطاحة ببوتين؟ هل تعتقد أنه من المستحيل بالنسبة للولايات المتحدة أن يكون هناك علاقة منتجة ومستقرة مع روسيا إذا ظل بوتين في السلطة خلال هذا الصراع وبعده؟ شكرا. أود أن أبدأ نيك. فيما يخص فنزويلا، لدينا جملة من المصالح مع فنزويلا، تشمل طبعا دعم الطموحات الديمقراطية للشعب الفنزويلي، وهي تشمل أيضا ضمان الإفراج عن الأمريكيين الذين اعتقلوا بطريقة غير قانونية. كما سمعت بالأمس، مواطنان أمريكيان تم الإفراج عنهما حيث اعتقلا بطريقة مظلمة وعادا إلى أسرتيهما.
ولدينا مصلحة عالمية أيضا في الحفاظ على إمدادات منتظمة للطاقة، وكل هذه العناصر تؤخذ في الحسبان عند التعامل مع فنزويلا وبلدان أخرى أيضا في العالم. لدينا معها مصالح مختلفة، ونستخدم دبلوماسية لصون هذه المصالح. مرة أخرى أقول أنني سعيد أن الدبلوماسية سمحت بإعادة مواطنين أمريكيين إلى الوطن. لن نتراجع أبدا في أي مكان وفي أي وقت لإعادة الأمريكيين الذين ظلموا واعتقلوا في الخارج إلى الوطن. كنا واضحين بأن هدفنا هو أن يفشل بوتين في أوكرانيا. إن هذا العمل غير المبرر يجب ألا ينجح، وسيكون له تداعيات مريعة إذا ما نجح على الأمن في أوروبا والعالم. وهدف العقوبات هو شل الاقتصاد الروسي ووقف بوتين من تمويل آلة الحرب من النفط، إيرادات النفط والغاز، وكذلك التكنولوجيا التي استطاع أن يحصل عليها. هذا كما أننا قمنا بفرض عقوبات على البنوك والنظام سويفت، ونريد وفرضنا عقوبات على الصادرات أيضا.